1 apple, 2 apples, 3 apples, 4, 5 apples, 6 apples, 7 apples more. ألف باء تاء تاء، هيا نقرأ يا هلفاء. ألف أبني باء بلدي، بيدي بيدي أبني بلدي. تاء تادو نحوي تادو، قالت ماذا يأتي بعد؟ قالت ماذا يأتي بعد؟ قالت ماذا يأتي بعد؟ تاء تمر طاب الثمر، جيم حاء خاء دال. هيا ننشد يا أطفال، جبل حاء حمل خاء خالي رجل عالي. يا الدار يا أطفال، قال سلاما قال سلاما. دال راء زاي سين، سوف نكون المنتصرين. دال ذهب راء ربح، زاي زار عمي الدار. حييناه صافحناه. الألف اللينة، ماذا تعرفون عنها؟ ألف تلين وتضعف عند تصريفات الكلمات، لهذا أطلقوا عليها اسم لينة. كيف ترسم الألف اللينة؟ أين تكتب في الكلمات؟ وما هي القواعد التي تحكم كتابتها؟ مهارة جديدة سنتعلمها اليوم، فهيا بنا. الألف اللينة. الألف اللينة تأتي في آخر الكلمات، وللألف اللينة شكلان اثنان، تعالوا نتعرف إليهما من خلال هذه الأمثلة. سقى المطر الأرض. قدم المعلم الهدايا. نلاحظ أن الكلمات سقى هدايا انتهت بألف لينة، تأتي الألف اللينة في نهاية الكلمة. كلمة سقى جاءت الألف اللينة على شكل ياء مقصورة، ياء غير منقطة. أما في كلمة هدايا فجاءت الألف اللينة على شكل ألف ممدودة. الألف اللينة ألف في آخر الكلمة، تكتب على شكل ألف ممدودة، ألف مقصورة. إذن ما الذي يحدد نوع الألف اللينة؟ متى تكتب الألف مقصورة ومتى تكتب ممدودة؟ لابد أن هناك قاعدة لكتابتها، تعالوا نتعرف إليها. فلنبدأ أولاً بالألف اللينة في نهاية الأفعال الثلاثية. الألف اللينة في آخر الأفعال الثلاثية. بنى التدمريون مدينة تدمر. رمى اللاعب الكرة. الفعل بنى فعل ماض ثلاثي، انتهى بألف لينة على صورة ألف مقصورة. الفعل المضارع من الفعل بنى هو يبني. نلاحظ أن أصل الألف المقصورة هو الياء. أيضاً الفعل رمى فعل ماض ثلاثي، انتهى بألف لينة على صورة ألف مقصورة. الفعل المضارع من الفعل رمى هو يرمي. نلاحظ أن أصل الألف المقصورة هو الياء. إذن تكتب الألف اللينة في آخر الأفعال الثلاثية مقصورة إذا كان أصلها ياء. نمى الزرع بعد المطر. دعا المعلم الحضور. الفعل نمى فعل ماض ثلاثي، انتهى بألف لينة على صورة ألف ممدودة. الفعل المضارع من الفعل نمى هو ينمو. نلاحظ أن أصل الألف الممدودة هو الواو. أيضا الفعل دعا فعل ماض ثلاثي، انتهى بألف لينة على صورة ألف ممدودة. الفعل المضارع من الفعل دعا هو يدعو. نلاحظ أن أصل الألف الممدودة هو الواو. إذن تكتب الألف اللينة في آخر الأفعال الثلاثية ممدودة إذا كان أصلها واوا.
هذا بالنسبة للأفعال الثلاثية المنتهية بألف لينة. وماذا عن الأسماء الثلاثية المنتهية بالألف اللينة؟ هل ينطبق عليها القانون ذاته؟ تعالوا لنتعرف ذلك من خلال هذه الأمثلة. الألف اللينة في آخر الأسماء الثلاثية: يفاخر الفتى بانتمائه، زرنا القرى المجاورة. كلمة فتى اسم ثلاثي انتهى بألف لينة على صورة ألف مقصورة. عند تحويل الاسم من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع يصبح فتية. نلاحظ أن أصل الألف المقصورة هو الياء. كلمة قرى اسم ثلاثي انتهى بألف لينة على صورة ألف مقصورة. عند تحويل الاسم من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد يصبح قرية. نلاحظ أن أصل الألف المقصورة هو الياء. إذن تكتب الألف اللينة في آخر الأسماء الثلاثية مقصورة إذا كان أصلها ياء. ازدهرت الحياة في ربا تدمر. استخدم عصا خشبية. كلمة عصا اسم ثلاثي انتهى بألف لينة على صورة ألف ممدودة. عند تحويل الاسم من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع يصبح عصوات. نلاحظ أن أصل الألف الممدودة هو الواو. كلمة ربا اسم ثلاثي انتهى بألف لينة على صورة ألف ممدودة أيضا. عند تحويل الاسم من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد يصبح ربوة. نلاحظ أن أصل الألف الممدودة هو الواو. إذن تكتب الألف اللينة في آخر الأسماء الثلاثية ممدودة إذا كان أصلها واواً. تكتب الألف اللينة في آخر الكلمات الثلاثية الأسماء والأفعال ممدودة إذا كان أصلها واواً، مقصورة إذا كان أصلها ياءً. هيا يا أرنوبة جدي كلمات تنتهي بألف لينة ولها نفس المعنى. ارتفع سارة. ارتفع بمعنى سما، وهي تنتهي بألف ممدودة لأنها فعل ماض ثلاثي أصلها يسمو. وكلمة سارة مشى، وهي ألف مقصورة لأنها فعل ثلاثي مضارعه يمشي. أنت رائعة يا أرنوبة. انتهينا من الكلمات الثلاثية. ماذا عن الكلمات الفوق ثلاثية؟ هل هناك قاعدة تحكم كتابة الألف اللينة في آخرها؟ تعالوا نشاهد هذه الأمثلة. الألف اللينة في آخر الأفعال فوق الثلاثية: ارتقى أهل تدمر، اشترى الولد قلما. نلاحظ أن كل من الأفعال ارتقى اشترى هي أفعال فوق ثلاثية، كما نلاحظ أنها انتهت بألف لينة على صورة ألف مقصورة، لم تسبق الألف اللينة بحرف الياء، لذا كتبت على هيئة ألف مقصورة. إذن تكتب الألف اللينة في آخر الأفعال فوق الثلاثية ألفا مقصورة إذا لم تسبق بياء. يحيا الناس حياة كريمة. تزيى المشاركون بالزي الشعبي. نلاحظ أن كل من الأفعال يحيا تزيى هي أفعال فوق ثلاثية، كما نلاحظ أنها انتهت بألف لينة على صورة ألف ممدودة لكنها سبقت بحرف الياء، لذا كتبت على هيئة ألف ممدودة. إذن تكتب الألف اللينة في آخر الفعل فوق الثلاثي ألفا ممدودة إذا سبقت بياء. للأفعال فوق الثلاثية المنتهية بألف اللينة قاعدة لكتابتها، فهل تنطبق القاعدة ذاتها على الأسماء فوق الثلاثية؟ نعم، تعالوا نشاهد ذلك. الألف اللينة في آخر الأسماء فوق الثلاثية: يذهب المرضى إلى المستشفى،
نلاحظ أن كل من الأسماء المرضى المستشفى هي أسماء فوق ثلاثية، كما نلاحظ أنها انتهت بألف لينة على صورة ألف مقصورة، لم تسبق الألف اللينة بحرف الياء، لذا كتبت على هيئة ألف مقصورة. إذن تكتب الألف اللينة في آخر الاسم فوق الثلاثي ألفا مقصورة إذا لم تسبق بياء. تاريخ تدمرة يحكي للدنيا حكايات البطولة. الله يغفر الخطايا. نلاحظ أن كل من الأسماء الدنيا خطايا هي أسماء فوق ثلاثية، كما نلاحظ أنها انتهت بألف لينة على صورة ألف ممدودة، سبقت الألف الممدودة بحرف الياء، لذا كتبت على هيئة ألف ممدودة. إذن تكتب الألف اللينة في آخر الاسم فوق الثلاثي ألفا ممدودة إذا سبقت بياء. تكتب الألف اللينة في آخر الكلمات الفوق ثلاثية الأسماء والأفعال ممدودة إذا سبقت بياء، مقصورة إذا لم تسبق بياء. حسناً، سأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. شرب العطشان الماء حتى ارتوى. فعل ماض فوق ثلاثي، لم تسبق الألف بياء لذلك كتبت مقصورة. أين الثريا من الثرى؟ الثريا اسم فوق ثلاثي، سبقت الألف بياء لذلك كتبت ممدودة. كالعادة هناك أسئلة يخبئها لنا العم الفأر الحكيم، تعالوا نرافقه كي نتعرف ما في جعبته لنا من أسئلة وألغاز. أهلا بك يا أرنوبة، هل تعلمت جيدا كيفية كتابة الألف اللينة؟ نعم يا عماه، سترى ذلك. هيا يا أرنوبة، عللي سبب كتابة الألف اللينة على صورتها في الكلمات الآتية. دنا فعل ماض ثلاثي، مضارعه يدنو، أي أصل الألف واوا، لذلك كتبت ممدودة. انتهى. فعل ماض فوق ثلاثي، لم تسبق الألف اللينة بياء، لذلك كتبت مقصورة. سلمى اسم فوق ثلاثي، لم تسبق الألف بياء، لذلك كتبت مقصورة. عليا اسم فوق ثلاثي، سبقت الألف بياء، لذلك كتبت ممدودة. أحسنت يا أرنوبة، أنا فخور بك جدا يا صغيرتي. قواعد الإملاء والكتابة جميلة جدا، وقواعد كتابة الألف اللينة مهارة ممتعة عليكم إتقانها، فهي تضمن لكم الكتابة الصحيحة والسليمة وتجنبكم الوقوع في الخطأ الإملائي. أعدكم بالمزيد منها في دروس لاحقة. إلى اللقاء. ألف باء تاء تاء، هيا نقرأ يا هلفاء. ألف أبني باء بلدي، بيدي بيدي أبني بلدي. تاء تادو نحوي تادو، قالت ماذا يأتي بعد؟ قالت ماذا يأتي بعد؟ قالت ماذا يأتي بعد؟ تاء ثمر طاب الثمر، جيم حاء. جبل حاء حمل خاء.